السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، تحية طيبة للجميع، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد الإخوان، تالت عش على التوالي لطيور الفيشر، كيعطيونا بيض خاوي، بيض فارغ غير مخصب. علاش؟ شنا هو المشكل؟ شنا هي الأسباب اللي كتخلي هذا المشكل هذا يوقع، اللي كيعاني منه بزاف ديال المربين، وانا متاكد انك انت عانيتي منه وواجهتي هذا المشكل هذا. اذا الاخوان، من الاسباب اللي تخلي البيض خاوي كاين بزاف الاسباب. اولها الاجهاد او كثره الانتاج. ملي واحد الكوبل او زوج كينتجوا بزاف، كيعطوك بزاف ديال الاعشاش بدون راحه، ما كنعطيوش الراحه للطويرات ديالنا، كيوليو يعطوك اعشاش فيها بيض فارغ. يعني ضروري الاخوان من فتره ديال الراحه، ما بين كل زوج الاعشاش او ثلاثه نعطيو فتره ديال الراحه ديال شهر او شهرين، ما بين كل عشين نعطيو شهر او شهرين ديال الراحه الاخوان، هكذا نحافظوا على السلامه ديال الفريخات. لان الفريخات ماشي الات بغينا نحلبوا منها الفريخات، لا، خليوها نعطيوها هي عندها الحق في الراحه. يعني قلنا الاخوان الاجهاز حتى هو كيسبب هذا المشكل ديال البيض الغير مخصب. شحال من واحد كيمشي كيشري شي كوبل على اساس باش ينتج منها، ولكن مولاها الاول اللي كانت عنده انتج منها، يعني استنزفها عصرها، حتى هو يعصرها مزيان، ملي ما بقاتش كتعطي البيض مخصب كيخرجها للسوق كيبيعها. هذا هو البروبليم اللي كاين الاخوان. المهم قلنا الاخوان اجهد. ثاني سبب الاخوان الذكر، لان هذا المشكل هذا ذكوري 90% مشكل من الذكر. زكا اصاحبي ما تبقاش تعضني في ودنيا. هذا المشكل الاخوان قلنا ذكوري، الذكر كيكون يا اما صغير مازال ما وصلش سن النضج، مازال ما ناضج، مازال ما عنده ما يخص، مازال صغير. ويا اما العكس، تيكون كبير بزاف عاوتاني وصل الشيخوخه، صافي الخصوبه ديالو قلات ضعفت، صافي ولا شيخ ولا عجوز. يا اما مازال صغير يا اما الذكر كبير. عندنا اسباب بزاف منها الاخوان، بعد خطره تيكون الذكر عنده اظافر طويله. الاظافر ديال الذكر الا كانت طويله كتادي الانثى اثناء عمليه التلقيح، ملي كيبغي يلقحها كيقيسها بالضفار ديالو، كيقرصها كتحرك ما كيلقحهاش مزيان. والسبب الاخير اللي هو الاخوان اللي هو التغذيه كتلعب دور مهم بزاف بزاف في عمليه التخصيب او عمليه الخصوبه لدى الذكور. التغذيه الاخوان، شنو هو الفيتامين المسؤول على الخصوبه؟ كنا كنعرفوا هو الفيتامين او الاخوان. الفيتامين او كاين مصنع في قريعات مصنع، ولكن احنا ما بغيناش هذا الشيء المصنع، بغينا شنو هي الاطعمه او الطعام اللي لقى فيه فيتامين او طبيعيا. اوكي، عندنا بزاف الاخوان بعجاله، القمح يا اما مستنبت ويا اما منقوع. مستنبت يعني نب كيخرج كتخرج منه النباته، كيكون نابت شي شويه، ويا اما منقوع يعني نرطبوه في الماء مده ديال 24 ساعه او 48 ساعه ونعطيوه للطيورات ديالنا. عندنا القمح الاخوان، الشعير كذلك منقوع او مستنبت، البروكولي حتى هو مزيان، الخصوبه ديال العصافير، والمكسرات غنيه بفيتامين او الاخوان، اللي هي اللوز والقرقع، يعني هو الجوز، اللوز والجوز. الى في هذا الشيء، الى في الاستطاعه، ماشي كنقول لك انا يسير شري اللوز، شري يمكن تعرف تقول لي قدس لي اللوز وداك الشيء. اذا قلنا الاخوان قمح، مستنبات او منقوع، شاعير، بروكولي، مكسرات. المهم اذا اكتفيتي غير بهادو راه بركه عليك، راه بخير وعلى خير. يعني هاد الاطعمه هادو جوج مرات او ثلاثه مرات في الاسبوع يكونوا عندك نعم سيدي طويرات في صحه جيده والخصوبه تكون يا سلام. هادشي اللي كاين، يعني هادو هما الاسباب، والحلول هو نتفاداو هاد الاسباب. اوكي، دابا غادي نمشي نقاد مواد تعشيش لطيور الفيشر. هذا دابا شنو غادي ندير؟ غنحيد داك البيض غير مخصب، لان ما نخليش الانثى حاضنه عاوتاني اكثر من شهر وهي حاضنه على بيض غير مخصب، كتضيع عليها الوقت والجهد وهادشي اللي كاين. ولكن الاخوان كاينين بعض الاناث ديال الطيور، سواء بالجي او فيشر او روز او كوكتيل، ملي كتحس او كتشعر بان البيضه اللي راقده عليها خاويه وما منها حتى شي فائده، شنو كدير ليها؟ كتكسرها او كتاكلها او كترميها خارج العش. سبحان الله، هي عندها واحد حاسه استشعاريه كتشعر سبحان الله بهذيك البيضه راه خاويه ما فيهاش الجنين، صافي كتاكلها ولا كتلوحها ولا كتكسرها.
هاد الاناث هادو مزيانين الاخوان، عكس الاناث اللي ما كتدي ما كتجيب، كتبقى حاضنه على البيض واخا هو فارغ، خصك انت ترجع ترد لها البال. كيفاش نعرف البيض واش فارغ ولا غير فارغ؟ بعد مرور 7 ايام كما قلنا نفحصوا البيض، ولكن بعد مرور 7 ايام ماشي على وضع اول بيضه، لا، بعد مرور 7 ايام من اول حضانه، ملي تبدا تحضن، لان بعض الاناث ما كتحضنش من البيضه الاولى حتى كتوضع البيضه الثانيه او الثالثه، عاد كتبدا عمليه الحضانه. ملي تبدا عمليه الحضانه الحضن نحسبوا 7 ايام، من مورا 7 ايام نفحصوا البيض، لقينا فيه العروق راه مخصصه بعروق دمويه، تيبان لك تكون بدايه تكون الجنين، لقيتيها الصفوريه ما كاين والو، هي المحل صافي، هذاك بيض فارغ. نمشيو نحطوا الاخوان مواد تعشيش طيور الفيشر ونكملوا الفيديو. المهم الاخوان كما كتعرفوا مواد التعشيش ديال طيور الفيشر او الروز او لي زانسيبارابل بصفات عامه هما هو الجريد ديال النخل. انا صراحه ما كنتش حاط لهم الجريد ديال النخل، كنت كنحط لهم الجريد ديال النخل وما كيعرفوش يجمعوا به علاش، ودرت لهم النجاره. ويقدر يكون هذا سبب من الاسباب، لان الفيشر الا ما كانش جريد النخل ما كيشعرش بالامان، تقدر الانثى ما تحضنش. لذلك الاخوان جبت اليوم الاخوان نخله على قدها كامله احفيها الشوك تبدو. جبت اليوم الاخوان هذه الجريده هذه كما كتلاحظوا، هذا هو، هادو مواد التعشيش، ولكن ما تجيبهمش خضرين. الا حطيتيهم خضرين فيهم باقي فيهم الماء، تيكون باقي فيهم الماء، ممكن يجمعوا الحشرات ويديروا الرطوبه في العش. حنا ما بغيناش هذيك الرطوبه تكون عندنا في العش، يعني هادو غنخليهم في الشمس حتى يبسوا بحال هكا، غنسمعهم تيقولوا قش قش، فهمتيني؟ ملي غادي يبسوا الاخوان عاد نقطعوهم خيوط صغيره ونوضعوهم اليوم، وما غادي تكلفوا بكلشي، انت ما دير والو، انت حطهم اليوم في القفص وخليهم على راحتهم. هادشي اللي غادي نديرو دابا حالا، وانا جري واعر تبارك الله. شوف الجريده قداش نقدروا نستعملوها هاد الشاشه، غتنشي على راسك. المهم الاخوان بعد ما قدينا اليوم مواد التعشيش بحال هكا، هكا خيوطة بحال هكا رقاق، كنقطعوهم بحال هكا، كنقدوهم كنحطوهم اليوم في القفص، وهما كيتكلفوا بصناعة العش، كيقدوا العش ديالهم بوحدهم. كما كتشوفوا الاخوان هذا كله بيض فارغ، هذا فيه بيض ديال كالوبسيت وبيض ديال الفيشر، كله خاوي. شنو غادي ندير به؟ الله اعلم. المهم نحاول انني ما نرميش، نقدر انني نستعملو في كبيض بلاستيكي، عوض البيض البلاستيكي نقدر نستعمل هذا البيض الغير مخصب. اوكي، اذا الاخوان غنحاول نحطو اليوم هاد المواد هادي، هاد الحزمه هادي غنحطها للفجر، وهاد الحزمه غادي نحطها لطيور الروز، واخا هي عندها جوج ديال البيضات غنحط لها هادو باش تقاد العش ديالها على بركه الله. اذا الاخوان حطينا اليوم مواد التعشيش ديالهم كما كتشوفوا، عظم السبية وعظم الحبار يكون ضروري الاخوان، ما يخطاش القفص، يكون دائما بشكل دائم في القفص. هنايا عندنا زوج ديال الروز، الحمد لله راه حاطين جوج بيضات. المهم الاخوان هذا هو زوج الروز اللاتيني او اللوتينو، عين حمراء كما كتشوفوا الاخوان، حط لنا زوج ديال البيضات، وحتى هما كنت كندير لهم غير النجره، دابا راه حطيت لهم مواد التعشيش ديال جريد النخل. واحد المعلومه سريعا، الانتاج من لي زانسيبارابل او طيور الحب في الاقفاص صعيب شويه صراحه، كيتعطلوا شويه في الاقفاص عكس التربيه الجماعيه او التربيه في المسارح او السلاكات. فاش يكونوا تربيه جماعيه كيكون الانتاج جيد بالمقارنه مع الاقفاص صراحه. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان، كنتمنى هاد جوج بيضات هادو يلا حطوهم دابا يومين، يعني مازال ما نقدرش نفحصهم دابا، تدوز عليهم 7 ايام ونتمنى من الله التوفيق. تبارك الله العوينه عندك يا حمراء، اللهم بارك اللهم بارك. وا تلقونا عطونا الوليدات، ها تلقونا صافي، يلا اش كتسناو. وهذا الشيء اللي كاين الاصدقاء، شكرا لكم على المتابعه، كنتمنى الفيديو يكون مفيد. ما تنساوش دائما الدعم ديالنا بلايك، اشترك في القناه، كنت اول مره كتشوفنا بارطاج الفيديو مع صحاب، حفظت هذه الجمله هذه اللي كنقولها بالزربه. كان معكم عصفور، والى حلقه مقبله وفيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.